إذا جاك مفتاح من كدلك عليه لون أحمر انحش، تدري ليه؟ اسمع. سكليت في مو بصوت بس، أحد أسرع الـSUVs ثلاثة صفوف مقاعد اللي نزلت في التاريخ، وأسرع SUV نزل في تاريخ كدلك. سكليت في 8 سلندر 6.2 لتر سوبر تشارجد 682 حصان 1050 نيوتن متر من التورك. من الصفر للمية السيارة هذه اللي وزنها 3000 كيلو تقريبا، من الصفر للمية بأربع ثواني ثلاثة أجزاء من الثانية. تخيل أنت في سيارة عائلية بذا الحجم وكل هالأرقام طلعت لك من المصنع. أوف. أول شيء عندك أنوار الـLED اللي جاية تحت الدعاسات، نركب داخلية السيارة نفس داخلية السكلد، ما غيروا فيها شيء، قالوا لك اركب سكلد بس إذا بغيت تسابق ترى معك رجال. شوف الفخامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مقاعد مفصولة، مقاعد طيارة سميها أنا. شوف الفخامة ترى لين وراء في السكلد فيه. أوف يا الموتر وش غيروا فيه. طبعا حطوا لك الجنوط الرياضية مع الكاليبرز الحمراء، حتى علامة الفي موجودة على الجنط، علامة الفي موجودة على جنب السيارة. وجه السيارة أعطوه بس بعض التحسينات، أعطوها كذا لحية معطيه بس طابع رياضي خفيف بس. والله فتحات الاكزوست اللي وراه هذا اللي يعني تقريبا الفرق بينها وبين السكلد العادي. بس اللي ما يفهم في السيارات تجي جنبه مو بداري انك طيارة. طبعا عندنا فتحات الاكزوست الاربعة وعندنا الدفيوزر الخلفي. هذه اهم التغييرات اللي صارت في الاسكليت في.